مرحبا بكم، معكم الشيخ مؤمن. كما عودناكم يوميا من رمضان لتوا، عودناكم بلايف ديريكت الماضي ساعتين هكا شوية. ديما نحاولوا نديك اليوتيوب ليش وقت باش يخلطوا الناس الكل، ينجموا يتفرجوا على اللايف، تنجموا تشوفوا اللايف على الفيسبوك في الصفحة شيخ مؤمن بن يونس، وإلا على اليوتيوب كيف كيف شيخ مؤمن بن يونس. وتنجموا تتفاعلوا معنا بكومنتارات كيما العادة والعويد، تخليونا كومنتارات، تخليونا الدبالة نتاعكم، وللي ما عندوش دبارة عليه يتبعنا ويشوف شنو هي الدبارة اللي باش نحضروها اليوم. دونك تبارك الله الايام تجري وتعديو برشا ايامات من رمضان، وهنا كل نهار نحاولوا نعطيكم دبارة خفيفة سهلة بنينة، ما طلبش برشا وقت وما طلبش برشا جهد. دونك البرانسيب نتاعنا واضح، دبارة سهلة بنينة خفيفة ما طلبش برشا وقت. انتوما زادة كيف كيف تنجموا تحضروا الدبارات نتاعكم الكل، تنجموا قبل كل شيء ابونيفو في الانستغرام شيف مومن يونس، بارتاجيو البوبليكاسيون، تاجيوني فيها، وانا نوعدكم على انستغرام كما وعدت برشا من الناس نبارتاجي البوبليكاسيون نتاعكم. كيف كيف نجم تخليونا كومنتارات تقولونا شنو هي الدبره نتاعكم. في الشين كيف كيف نتاع الفيسبوك تلقاو الرديف. حاجه سهله مهله ما طلبش برشا وقت ما طلبش برشا جهد. حتى لين الناس الكل كيف كيف اليوم يقولون شنو فما دبره، تبارك الله الايامات تجري وتعداو برشا ايامات من رمضان. ان شاء الله ربي نكملوه على خير رمضان سنة وفرحه وسعاده وبرشا برشا حب بتاع كوجين. بونجور يمينة، ان شاء الله جمعه مباركه بو تو الموند. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه يمينة، ان شاء الله جمعه مباركه للناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا اليوم. للي ما عندوش دبارة عليه كان يتابعنا نشوفوا قولوا له شنو دبارة اللي باش يحضرها، واللي عنده دبارة زاد كيف كيف يقول لنا، يخلي لنا كومونتير تاعو معنا، يقولوا لنا شنو هو الدبارة نتاعو. بونجور انيس، بونجور من موريال. دونك للناس الكل اللي خلطوا علينا توا، كيما قلت لكم تنجموا تلقاونا على الفيسبوك الصفحه شيخ مؤمن بن يونس، على اليوتيوب شيخ مؤمن بن يونس، ابونيفو في الانستغرام، صوروا لي بلا نتاعكم تاجيوني وانا نوعدكم باش بارتاجيه. انيس بونجور، مريم بونجور، الحمد لله. دونك فواز بونجور، للناس الكل زاد اللي التحقوا علينا نقول لكم اللي دبارة سهلة مهلة اش باش تصنفلنا. دونك تنقول لكم بونجور تو الموند، مريم عزابي، ارفيا، مريم بوغانمي، الناس الكل اللي خلطوا علينا تنقول لكم شنو دبارة، حاجة سهلة مهلة بنينة خفيفة فيها ديما باللمسة نتاعي. قلت لكم من أول مرة اللي الكوجينة فيها غرام. سليمة بونجور، كوجينة غرام برشا وبرشا حب، باش نحاول ديما بالطريقة نتاعي نعملو منيو خفيف ومتوازن. في ليليا بونجور، في الدبارة نتاع اليوم شنو باش نحضرو؟ دونك العادة نورمالمون نصوركم حفظتوا الكونديكتور نتاع الدبارات كيفاش باش نحضروه، كيفاش شنو باش نعملوا بالضبط. ليليا، سارة، مراد، بونجور الناس الكل اللي خلطوا علينا. باش نحضروا كل هذا شربة، دونك عندنا شربة فريك يسميوها هذيا مرمز، ما عادش كان واضحة كي منين. بونجور ألفا، بونجور هذيك بالنسبة للشربة. عندنا سلطة نتاع بسباس زاد كيف بالطريقة نتاعي أنا باش نحضرها، إن شاء الله زاد كيف تعجبكم. عندنا صحين كفتيجي بنين، وعندنا الموساكا المسقعة. دونك الموساكا جينيرالمون باش نحكي لكم شوية على الموساكا. الموساكا اللي هو بلا يعني كيما يكون مصري كيما يكون تركي، دونك عنده بوكو دوريجين. في مصر يقولوا لها المسقعة، غريك، يعني يا اون انفينيتي نتاع خلود لطيف بونجور، يا اون انفينيتي ديجا نتاع ابيلاسيون للموساكا. المسقعة كيما قلت لكم ما بين مصر ما بين تركيا زاد كيف كيف، ما بين يعني ان بلا غريك، يا اون انفينيتي العباد الكل. نجاح بن قيرات بونجور، اليو اتي بارفي، ميرسي مؤمن. صحة وشوية للناس الكل اللي جربوا الدبارة نتاعنا وعجبتهم. دبارتي اليوم كسكسي بمرجيل، سلطة لوبيا خضراء، وشربة زهرة وبريك. صحة وشفاء آمين. جي جي بونجورنو، جي جي كومي ستاي، باني مولتو باني شوية شوية هاكا طاليان ميسالش. تحية للشيف جي جي اللي تبارك الله يتكلم العربي خير منا. للناس الكل اللي خلطوا علينا كالعادة باش نحضروا موساكا، باش نحضروا كعبر نتاع شوكولاتة باللوز والبسكويت، باش نحضروا شربة نتاع مرمز، عن الكافتيجي وصلتها نتاع بسبس. نبداو كيما العاده والعويد باش نحضروا الدباره نتاعنا. هاكا حاجه سهله وحاجه نجمو تحضروها في متناول الناس الكل. به احمد بونجور، حموده كيما قلت لكم الدباره نتوما سادة كيف كيف، نجمو تتفاعلوا
وتقولوا لنا شنو رايكم في الدباره. احنا باش نحضروا لهنا السوق هكا بدلنا مولتو بيني جيجي تكسحها شيف جيجي احلى شيف. هو طليني في الاساس اما راهو تونسي يعني الجيل تونسي ولي تونسي نعطيوها جنسية. مسقعة بتنجان ايه مسقعة بتنجان فما كيف مريم اون انفينيتي نتاع مسقعة. سليمة بونجور كي نقولوا مساكة راهو شواء كبير برشا زادة حتى في لي بريباراسيون. علاش نقول لكم في البريباراسيون خاطر المساكة جينيرالمون فما مساكة بتنجان فما مساكة بالبصل فما مساكة بالبطاطا. انا اخترت باش نحضر لكم مساكة على الطريقة نتاعي انا. كيف انتم تنجموا كان عجبتكم الوصفة تحضروها وتعطيونا رايكم كما جربتوا العديد من الوصفات اللي ان شاء الله تكون عجبتكم. توا اليوم زاد كيف نعطيكم وصفة باهية وحاجة باهية. كنا قبل تفاعلنا ونحكيو على كل شيء نحكيو على التوريزم نحكيو على الكوجينة. اليوم خليني نبداو شوية جو نبداو عاملين جو. شكون منا يدخل الكوجينة ويبدا يدندن يبدا نقولوا احنا يغني يحكي يغني بسيسة بسيسة شوية لحن هكايا. شكون منا الناس الكل نبداو كيما عاملين جو يقول لك كي تبدا طيب بغرام. دونك بالنسبة ليا اليوم مش تنشينة مش حاجة أخرى سؤال آخر باش يكون سؤال خفيف وسهل. شنية الأغنية اللي كي تدخل الكوجينة تغنيوها؟ شنية الأغنية اللي كي تدخل الكوجينة تغنيوها؟ شنية الأغنية اللي ذكركم بالماكلة؟ شنو هما الأغنيات؟ صباح الخير نسيتني في البيتزا. مقدم أكرم والله ما نسيتكش أبعث لي جوست ميساج تو نجيبك نعطيك تو روسيتا بيتزا سهلة. فيزا فيزا باش ما تحسنيش بالذنب. عندك ثلث سميد يعني 100 غرام سميد عليها 3 فوا الفوليوم نتاع الفرينة. في جربة دربلة نسميوها مريم عزابي عادل سميدة بونجور. دونك على 100 غرام سميد تحط 3 فوا باش نطفي على زيت باش نجاوبك على البيتزا. تحط 3 فوا الفوليوم فرينة يعني 100-300 فرينة. شوية ملح شوية سكر خميرة ومغرفتين زيت هذايا الباز يعني. تحب انت من بعد تجتهد زيد كعب عظم زيد منعشنا زيت زيتونة زيد شوية حليب هاكا انت شنو تحب. باه كيما قلت لكم ساعات ندورها اشتيح في الكوجينة انا شايف نغني اي شنو هما الاغنيات اللي تغنيهم في الكوجينة. خلاص نشغل على الغاز. شنو هما الاغنيات اللي تغنيهم في الكوجينة وشنو هما الحاجات اللي ذكرت في الكوجينة. بونجور اسكندر بونجور الناس الكل اللي خلطوا علينا توا. دونك باش نحضروا كيما العادة سوب. شنو هما الاغنيات اللي ذكركم في الكوجينة شنو هما الاغنيات اللي تغنيهم في الكوجينة. بونجور حطوهم الناس الكل اللي خلطوا علينا سؤال سهل هاكا وتنجموا تجاوبوا عليه. شنيا الاغنية اللي ذكركم في الكوجينة شنيا الاغنية شنيا الاغنية اللي تغنيوها. كل واحد كيفاش لازم يقول لك واحد ندخل الكوجينة نبداو عاملين جو ونبداو نقولوا احنا ندندنوا شكون اللي يغني شكون اللي يغني لهم كلثوم شكون عنده غنية تبقى في الكوجينة تبقى في الدوار. حتى هو يدخل الكوجينة حميدة بن عائشة بونجور والله غنية سكر محلي محطوط على كريمة سي شوكولا دندن زعما نشاز مديها هيلو بونجور هيلو فروم ذا اذر سايد. دونك الكيستيون تاعنا سهلة برشا مسود فوزي من قمرة لو منيو بو اجوردي. المنيو قاعد نحضر في شربة مرمز عندنا كفتاجي عندنا مسقعة مسكة ابار هذاك عندنا كعابر نتاع كعابر بالشوكولاتة باللوز والبسكوي عندنا سلطة نتاع بسباس يعني منيو حلو برشا. كيما قلتولي كل واحد هاكا يدندن ويغني على كيفو هذه الحاجة الباهية. انتوما قولوا لي شنو الاغنيه نتاعكم وخلي كان هكا نبداو كلنا مع بعضنا. غالي مالوف وتراث بنزرتي لو شونت بوين كيما قلت لكم حاجه باهيه. عذاب شوف عذاب علاش العذاب ساعه بالعكس ندخلوا كوزينة عاملين جو. هاني شوية كل هذا شنو ناخذ دجاجة مليحة باش نفوح بيه نرمس نغسلو
يلي ظلمني هذا يبدا من هذا يهز عيونك. هاك كل واحد تبارك الله شنو هي الاغنيه اللي تبعها في الكوجينه، وراه بالحق سورتو كي تبدا تطيب وتغني هكا سا شونج كومبليتمون، يعني حاجه تتبدل. نحطو كراين فلفل احمر هكا فيروز هاكا تختلف ريت الحاجه الباهيه شنو هو حاجه باهيه. نحطو شويه طماطم معجونه هاكا كل واحد على ذوقه، كل واحد عنده ذوق. واللي يزيد يعطينا نكهه اخرى، سورتو كي تعطيوني الاغنيات اللي تابع الكوجين اغنيه او تابع الكوجين. دونك فمك الاغنيه يقول لك بسبوسه بس بيست لي بالسمنه والعسل. سالو شيف، سالو اغنيه عيون القلب به. قلت لكم مثال اغنيات مربوطه بالكوجينه كما قلت لكم هكا بسبوسه بس بيست لي بسبوسه بالسمنه والعسل. فاش طيب شيف تي va faire des boules de chocolat comme dessert. Oui bien sûr ما شيخ مديحه مش خصوا يسني لك العادة شوية خضرة ويلا صبوها القهوة وزيبوها هي وقتهم كو جو سوي دون ترونسبور هاني نتبع في اللي وسيت حاجة به. حاضرة زيارة فيروز هيا خلينا شيف هيا قولوا لنا شنو الاغنيات اللي تابعين الكوجينه، وانا طبعا بعد نغني لكم رغم اني صوتي مش باهي برشا. كل ما يتعلق بوردة جزائرية ام كلثوم عبد الحليم هكا الحاجه الباهية كيما قلت لكم، يعني اغنية في الكوجينه تبدا عاملين جو. وهالكم هو انا من اي ناي تابع الكوجينه صحيح كمون هاي تبارك الله. كيفاش نقولوا احنا خرجوا الجرين تاع اللي عندكم. انا زمان وانا صغير كنت مرتاحه بس بها غني هاكا فما برشا غنيات مربوطين بالماكلة بالكوجينة بالخضرة بالغلة. طب كيما هالكمون منين يا نانا وهالكمون منين يا نانا. قولوا لي شنو الغنيات اللي انتم تغنيوها اللي دندنوا بها في وسط الكوجينة اللي شي اليوم راقدين اليوم نحس فمش تفاعل كبير برشا اليوم. لا ميساجات لا عباد قاعده تجاوب راقدين. وينكم فيقوا 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 الناس الكل اللي خلطوا علينا دونك قاعدين نحضروا منو مي قاعدين عاملين جو كالعاده في لايف ونحاولوا تكون فما انتراكسيون. السؤال اللي كنا حكيناه بكري شنو هما الاغنيات اللي غنيوهم كي تدخلوا الكوجينه وشنو هما الاغنيات اللي مربوطين بالكوجينه. فما زاد أغنية جراري الهريسة تحرق غنية من قاع الخابية تفكرها ساعات خاطر بابا يرحمه كان يدندن بها في كوجينة. هاي سألفوا له الياسمين تحت الياسمينة في الليل اللهم صل على النبي. هاكا الجو ناخذ شوية لبس كبش يدور هاي كبش يدور في العيد الكبير هذاك كبش يدور زيديني عشقا للكوجينة. هكا برشا 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 راهو الحق غنيات في المحفل في الماكلة مع الماكلة نغنيهم. يو زاستي عاون فيك ما نزلتش ما تربحش يعطيك الصحة يا قادم لينا متفارق تونسنا البيا. بونجور رحمة غنية العنب العنب هكا غنيات الحق لازم تكون مربوطة حاجة بالكوجينة. ريت محلاها الشهر ستاع آخر الكوجينة هاكا هاو تهمنا هاي سيرتو الأيامات الأخرانية بالحق إن شاء الله ربي يحيينا بخير تبارك الله. الأيامات عداو فيسع مازالو شوية أيامات كيما قالوا الناس مبيلة الكل صحيح ناس مبيلة مي هاكا أنا بقدرة ربي إن شاء الله نوعدكم حتى بعد رمضان حاول نعملكم لايف فيها ماكله فيها حاجات باش كيفاش نقولوا احنا المنفعه تحصل للناس الكل. انتم تنجموا تبارتاجيو اللايف مع حبيبكم مع اصحابكم الناس الكل باش الناس الكل تحصل المنفعه وشوفوا شنو هي البريباراسيون باش نحضروها. قاعدين نحضروا في عسلامه اسمه زروق انتصار وليد زلاسي
الناس الكل اللي خلطوا لينا قاعدين باش نحضروا شربة هاي كديما راجل تاعها في العادة جيبوا كل وانت شنية تغني يا شيف. انا والله ندندن كل مرة حاجة تاع الاخر الى ان ائتي ما يخالف ذلك. ساعات غنية وانا يعني سمعتها وانا خير شو ادخل كوشينة ساعات غنية وانا نقضي دونك الاغنية الاغنية ساعات كنت تلبش هذيك هي اللي تبعها. بونجور يا شيف يا بيه يا تخوة عشقوية وليد تبع رمضان تلقانا في فورما ان شاء الله. شنو الفطور اليوم؟ دونك الفطور اليوم قاعدين نحضروا في شربة مرمز هذا طيب وان باغ اللي في نحضروا مساكا عندنا كفتيجي هذا وريكم فيش نعملوا ترشي وسيرتو باش نقول لكم حاجه على الغنيه ساعات غنيه بدات الصباح كبش فيكم كبش ما عادش تقعد معكم نهار كامل غنيه يا سورتو فما غنيات كلكم تعرفهم تحت الياسمينة في الليل تحت الياسمينة في الليل كان وقتها التليكوم كان كل الميساج داتون تحت الياسمين تيرا ولا اتصالات تونس تعلمكم ان رقم الهاتف الجوال مغلق حاليا. عرفت الغنيات اللي زمنية من قاع الخابية مي كانوا مربوطين بالكوتيديان تاعنا هذاك هو الفرق هذاك الحاجة اللي قاعدة راسخة في مخنا. شكون مازال كيف انا قاعدين عاملين جو. السلام عليكم شيف فاطمه من بروكسل نقول لك يعطيك الصحه وصحه شيبتكم يعطيكم الصحه الناس الكل اللي قاعدين تابعوا فيا وديما راني نعاود نشكركم ونقول لكم ربي فضلكم. نشكر حازم بن عيسى راديو بون لو نور خالد عويش تونسكوب اللي قاعدين يعملوا في البارتاج ديال الفيديو ويربول تونيزي سي بيان في الكوجينه كي واحد يدخل بون ايمور وزيت يبدا يدندن وعامل جو بالطبيعة راهو سيرتو بالنسبة للكوجينة ماذا بيه واحد يدخل يدندن وعامل جو علاش؟ خاطر اللطف كان يدخل بنرمز ولا حاجة ولا مش يعني مش نقولوا احنا في صحنه ريت حتى تومبيرامون تاعك يقولك فلان راهو مش في صحنه فلان تعب هاكا الفرق اللي احنا نقولوا ديما موجود باهي باش نحضروا الموساكا ليزي لزين لين نتلاقوا في العين وانت شايف زين تونس ربي يخليك يا امين. دوكا باش نحضروا الموساكا باش نحضروا عنا اي يا سيدي من سيدك انت نوريكم كل شيء لهنا وحدك عنا شويه باذنجان شويه قراع شويه بطاطا شيخ اليوم شايف ان شاء الله ديما فرحانين وديما عاملين جو وديما شيخين شايف شنيه المريض اليوم نحطو شويه زيت باش نعملو الصوص نتاع المساكة نتاع المسقعة اللي برشا يقولولها مسقعة بس مدري لي شنو المنيو اللي خلطو علينا توا لحظة بركة وأنا نحكيلكم ونتكلمو نحضركم في المنيو. بالنسبة للمنيو دونك عندنا شربة نتاع مرمز عندنا كفتاجي عنا باش نعمل شوريكم ترشي رابيد سريع فيسا ولا نخليوها الغدوة خير سي كول من جوردي ما حدش لفيها في الشربة سارة جبالي اي سرورة هاي معاك هاني نتبع بس ما حدش لفيها في الشربة جست خليتها تغلي وباش نتلاها نفوح فيسا نحضر الموساكا ومن بعد نفوحها فرد مرة نجيب كل المغرفة الزغرونة وين المغرفة الزغرونة وين المغرفة الزغرونة ما عنديش باش تمشي باش تكون موجوده كان هنا دونك تنفوحوا بها لفيها الكل ساره ميرسي بوكو باه عندي شويه حار مفروم عندي شويه حار مفروم نتاع شركة فرح اللوكو البصل باش ناخذ الصر ونديرو نتاع البصل عندنا ثوم عندنا شوية طماطم معجونة شوية طماطم فريشكة
نتصل كالعادة. أول حاجة هيا وينكم يا جماعة، وينكم وين البنيات الزمنية من قاع الخابية اللي تدخلوا تندنوا بيهم في وسط الكوجينة؟ اسمع ثاني اليوم قلت لي زين زين، اكتب لي بارول نتاعها في كومنتير تو نغني انا وياكم هاي الكل مغني. حطوا شوية لحم مفروم، طيب لنا روز به، حطينا شوية بصل، شوية ثوم كرازي، نحن غرفة طماطم معجونة ما نهدرش شنو البارة اليوم وصلت لنا اللي خلطوا علينا توا. دونك قاعدين معانا في البارة نتاعنا شربة شربة مرمس كيما نسميوها، باش نزيد اللمسة التونسية علمنا سر قصة جويدة نتاع خضرة مسكينة ولا تكنيك الله يبارك كان علمكم قصة. هاي المغرفة زغرونة باش نحط المغرفة هريسة لهنا، ديما نزيدو اللمسة نتاعنا التونسية راهو نفتخرو بيها احنا توانسة، نزيدو الهريسة التونسية البنينة. وتحية للناس الكل اللي حضروا هريسة في الدار، تباني يبني ويبني، مرحبا شيف صار نافي. دونك اللي خلطو قاعدين نحضرو باش نحضرو موساكا وباش نحضرو عندنا كعابر لوز بالشوكولاتة. لحم مفروم مع شوية بصل شوية ثوم، هذا هو الفيح شوية فلفل أكحل. كفر مرة الزوز شوية كركم، مغرفة زغرونة، شوية فلفل أحمر، شايف شنو هو دبارة اليوم. دونك بالنسبة للدبارة نتاع اليوم باش نحضرو شربة مرمس بتشيش، وعندنا مسقعة بالحم مفروم والباذنجان. غادي نحضرو في الصوص نتاع المسكر باش نرقها بشوية ماء. عالسلامة 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 الناس الكل اللي خلطوا علينا. أنا قاعد أقول لكم في المنيو قاعدين نحضروا طريقة التحضير نتاع الموساكا تختلف، يعني من مصر من تركيا من البلاصة الكل. ديما احنا نحاولوا نحضروا على الطريقة نتاعنا احنا، المفيد المنفعة تحصل للناس الكل. بالنسبة للموساكا جوست لو طون اللي يغلي اللحم مفروم في الصوص، باش ناخذو عنا باذنجان ديجا قليناه في الزيت كيف بطاطا، عنا قرع اخضر وقعدتين طماطم قريم فلفل. به دونك ليتاب الاولانيه شو تاخذوا عندنا زوج سبع دومه ثلاثه سبع دومه تشدوا اهو هكا منا ودوم هكا، والسكينة تبدا انكليني اللي سالني بكري على السكينه هكا، بس السكينه تبدا على اللي قادر تضرب هذا اللي البارتي اللي من فوق هي اللي تحكم على السويبه. دونك
هاو كنحاول كيف كيف نوريكم كلكو تكنيك كلكو مانيبيولاسيون شويه قسام ونعرفكم تعملوا جو سيرتو بالنسبه للقسام. شنو هي الدباره نتاع اليوم؟ الدباره نتاع اليوم دونك نحضروا عندنا شربه مرمز بالدجاج، عندنا كفتيجي، عندنا موساكا، وعندنا سلطه نتاع بسباس دي جرين تاع الفلفل. كيف راه تنجم تقصوه رونديلات، مي انا جي بريفيري باش نقصو دومي رونديل. فما بليزيور ميثود نتاع التحضير نتاع الموساكا، فما زاد كيف كيف بالبصل. انا اخترت شويه فلفل طمطومه قصة طماطم رونديلات. لافونتاج بالنسبه للموساكا راهي حاجه باهيه برشا، حتى انتوما بالله اكتب لنا اسمها اللي تحضر فيها تو موساكا. نورمالمون تنحاولوا نحطوها ايبانغلي في كومونتير، ولا اي واحد فيكم نسيش يحط المسكعه موساكا اللي قاعد نحضر فيها تو. دونك شربوا هيك تغلي بطبيعتها. هذوما الرونديلات نتاع الطماطم، سهله العمليه. باش ناخذ شويه شويه جبن، باش نبدا مشخشها. روسيت نتاع الفيرين كروفيت، روسيت تاع الفيرين كروفيت ساهله. نجم نعطيك شنو هي الطريقه نتاع الفيرين كروفيت. قبل كل شيء فما دو ميثود تصمت الكروفيت. عندنا خذينا شويه جبن قبل كل شيء. لحظه برك نعطيك روسيت تاع الفيرين مي نفسر المسكع شنو عملنا. خذينا 100% موزاريلا نتاع لوندور، دونك باش نقصوه المره هذيا ماحناش باش نرابيوه. كيف كيف نتوما تنجمو ترابيوه، مي انا هاو كنحاول نعطيكم ديما تكنيك، نعطيكم التوش نتاعي انا. بالنسبة للفيرين تاع كروفيت تنجم تصمتهم في الماء، والا تنجم تسوتيهم. كان تسوتيهم شوية بسباس شوية ملح شوية فلاحل باش يجيو بنين برشا. كان صمتهم ولا سوتيتهم هذاك شوية رجعت ليك انتي. سينو تاخد شوية خس، شوية طماطم، شوية مايونيز، شوية كاتشوب، تخلطهم مع بعضهم باش تعمل صوص كوكتيل. تفاح بيهم الكروفيت، تزيدهم الخس وتزيدهم طماطم سوريز، تنجم تزيدهم شوية نوات كاجو، تنجم تزيدهم أي حاجة تحب عليها. من بعد باش تنكاهم تعملهم دون دي فيري وصحة وبشفي. زين عندنا الكميرة تاع باش نحضرو بيها المسقعة. ناخدو بيريكس، نتفقدو المفروض الصوص. دونك انا طوندو باش نوريكم الطريقه بس ياسر بس ياسر. باش ناخذ اول حاجه طريف الصوص. دونك الصوص خليناها شويه ما تكونش ايبس، تكون ليجير شويه. هكا فيها لحم مفروم ناش كان قاعدين نتبعو فيها. ومن بعد عندنا القرع، باش ناخذو بالكوش بالكوش نعملو القرع هذيا. من بعد شكمل الكويسون نتاعها راهي في الفور، وحاجه سورتو بنينه بنينه برشا. ماشي شاف ربي يبارك لك. دونك باش نحطو احنا الرونديل نتاع الكراع، يعني كيما لازانيا مي هي مسقعة يعني يسميوها. فيها حاجة بنينة برشا، فيها الميلونج نتاع الخضرة، وتختلف من بلاد لبلاد. وانتوما زادا كيف كيف تنجمو تحضروها، تنجمو تصوروها، تهبطوها على الانستغرام، تاقيوني وانا نوعدكم باش نبارتاجيها. وقاعدين نحضرو في الموساكا، ان شاء الله تعجبكم. وكم معايا زادا كيف كيف تنجمو تقولولنا
شنو هي طريقة المساكة؟ كما قلت لكم راهي تختلف، فما نوعية كبيرة برشا نتاع المساكة، فما مساكة نتاع بتنجان، فما مساكة نتاع بصل. احنا نحاولوا ديما نفيدوكم. ناخد شوية فرماج تبدا ديما مشخشخة، أمير سلامي بونجور. دونك للناس الكل اللي خاطر هنا قاعدين نحضروا في موساكا، أحمد لموشي أحلى شيف، أحلى تحية لأحلى شيف، شيف أحمد. قاعدين نحضروا في المسكعة موساكا، قلت لكم فما أون أنفينيتي نتاع موساكا تنجم تحضروها كيما تحبوا نتوما، مي هاكا أنا نحاول نعطيكم الطريقة تاعي أنا باللمسة. كيف نقولوا اللمسة السحرية، كيف موزاريلا موساكا دو فيرجين، بيان سور موساكا دو فيرجين، مي أنا اخترت باش تكون موساكا مشخشخة فيها برشا خضر. على كيف كيف روندالات تاع الفلفل وطماطم، نجمو تجتهدو نتوما، كل واحد ديما الاجتهاد موجود في الكوجينة. كيما قلتلكم يا أخي اللي بولد شوكولا يحطو فيها نسلي أو با. تنجم تحط فيها مديحة نسلي بو، انا نوريك طريقة زادة سهلة كيف كيف، مو ديما لو كونسيبت نتاعنا تكون حاجة سهلة وما تطلبش برشا وقت وما تكلفش. دونك نحطو روندليت كيف كيف نتاع الطماطم، لو طون لي كامل ديجا نحمو فلوم غلاف الصوص نتاعو. نجم في عود قراع نعمل بتنجان، هي تنجم تعمل بتنجان، تنجم تعمل قراع، تنجم تعمل حتى بصل، يعني كل قدير وقدره، وكل واحد شو ما اللي يقول البريفيرونس اللي هو يحبهم. باش ناخذ توا الصوص باش نطفي عليها، باش نحط لحم مفروم، الكميه نتاع الصوص نمرق شوية مش برشا، هيا سيدي نرجع لكم به. وطبعا نحطو عامل بتنجان، ايه البتنجان يعني هاو كنتوما تنجمو تحضروها بالطريقة اللي تحبوا عليها انتوما. المفيد ريزولتا تكون باهية، وكا بعد بوركوا با تكون تعملوا موساكا توا بالبتنجان وتصوروها وتهبطوها في الانستغرام وتاجيوني انو نوعدكم باش نبارطاجيها. هذا سميدة برافو. دونك يعطيكم الصحة الناس الكل اللي نتوما قاعدين تتبعوا فيا، سيرتو راهو سي غراس افو. بالنسبة لي انا كي نعمل لايف نبدا عامل جو، كي نلقاكم قاعدين تتبعوا فيا وقاعدين تتفاعلوا معايا ونعرفو سيرتو المنفعة نتاع البتنجان. دونك نغموها بالبوم تاع اليد جوست نبرسيو عليها. كيف كيف نجمو نعملوها راهو انديفيدويل ما يقلقش راه. السلام عليكم شيف تتا طرابلسي. باه من بعد ما حطينا البتنجان وحطينا الطماطم وحطينا الصوص وكل شيء، نحطو توا الفرماج. فما بلوزيور استوس ونعطيكم الاستوس اللي انا بيرسونيلمون نعملها. دو بريفيرونس نغطيوها بالالومنيوم، ومن بعد ما نغطيوها بالالومنيوم نحيو الالومنيوم باش تعمل شويه غراتيناج. باه هذايا المسقعه، نزيد نقص شويه فرماج. بالنسبه للغراتيناج تاع من بعد نوريكم كيفاش تخرج من الفور شويه غراتيناج. شو هو سر باش البتنجان قراع ما يشربوش الزيت؟ باه بالنسبه قبل كل شيء البتنجان والقراع بالبريفيرونس تحطهم شويه ماء وملح باش يساتيريو قبل كل شيء، باش من بعد على السلامه. شنو طيب انت توا خلطت؟ باه قاعد نحضر في الموساكا المسقعه كيما قاعدين تشوفوا هاك مشخشخه تعمل 66 كيف. لحظة بركة
كما العادة نقول لكم مدرة شيء من بعد تشوف الفرماج يبدأ فرماج فوندو ما نحكيكمش عادة تبدأ تجبد الموساكا حاجة من وراء أكل لابش نزيد شوية آخر فرماج من الموت على الفرماج شفتو كيما فرماج البيتزا هذه دبارة غدوة ميرسي بوكو كمل شيف عاد اي مازلت وحديكم أربيا جوست هكا باش نلفها بالالومنيوم باش نحطها في الفوق برشا راهو نعرفكم ما تحبوش الكويسون بالالومنيوم مي انا بيرسونيلمون نوريكم الطريقة خاطر الالومنيوم الفرق مش في الكويسون الفرق كي تخرج حاجة سخونة وتغطيها بالالومنيوم وقت تصير له اوكسيداسيون في البلاصة نقول احنا في اللي ساعات في الالومنيوم تقول والله يسمع الماكله عرقت هاكا تعدى الباخ على الالومنيوم وقتها هذيك الالومنيوم يولي يضر سينو تنجموا طيبوا به يعني وزارة الصحة العالمية قالت لك تنجم طيب الالومنيوم اللي هو كما نقول لك على سر ارفيا باه تحط شوية بتنجان وشوية انا بعثت لك بعض التصاور نتاع حلويات وسلوك ولا شنو رايك اي شفتهم البارحة ليليا الحق حلوين برشا بالنسبه للتصاور قلت لك جوست كان تاجيهم في الانستغرام تاهم بارتاجيهم باش نعمل حصه نتاع حلول العيد ان شاء الله بيان سور باش نعمل حصه نتاع حلول العيد ما نصوروش كم بالنسبه لينا احنا نفلتوا موساكا كيما هكا بنينه تاع 66 كيف به فاش قاعد طيب صديقي شاهدني بالنسبه لتو قاعد نحضر في موساكا تنجموا تحطوا النوعيه نتاع الفرماج تحبوا عليه الكل ومن بعد انا ديجا عندي شويه 100% مونتال باش نحط وقت الجراتيناج دونك جوست باش نمشيو معايا شويه للفور باش نحط الموساكا طيب هاي سيدي سيدي هلا بدي نحطها مش مفهوم هكا بالسكة نتاعو يعاوننا الفور سيزيام سونس ويربول هو البلاكس اللي كيف كيف واللوت والميكرووند تنجم تخدم بيهم في وسط الكوجينه تعاونكم مليح مليح باه لافونتاج نتاعو كيما قلت لكم عندنا سيزيام سونس بالنسبه لسيزيام سونس دونك تختاروا البريباراسيون تحطوا الوقت تعملوا استيماسيون سي وصل اوتور دو 35 مينوت وهكا نخليو الموساكا نتاعنا تيب نحطو في الماء بارد وملح قبل ما نخليهم هكا تقصد بيان سور دونك جينيرالمون بالنسبه للبيتنجان ارفيا والقرع الاخضر دو بريفيرونس ماذا بيك تحطو في شويه ماء وملح ومن بعد تشللهم اول حاجه سيرتو باش ما يصيرش لوكسيداسيون للبيتنجان والقرع الاخضر نهارك زين معجون الخوخ بربي معجون الخوخ جاكوب روسيت تو نبعثلك في ميساج في مساج بعث لي مساج بريفي تاع نجاوبك عليه الروسيت نتاع المعجون والمعجن جينيرالمون راهي ساهله يا فما طون بور طون والا على قد الكونتيتي اشتر الكونتيتي والا الدوبل يعني انت والنوعيه اللي تحب تعملها يعني كي عندك كيلو سكر تحط عليه كيلو معجون والا فما شكون يحط كيلو يعني غله عليه اشتر المعجون وزيدوا شويه من البكتين وفما النوعيه نتاع المصبر اللي تحطوا تشري من الفارماسي ومن بعد تعبيهم دون ديبو من بعد ما تعبيهم تغطيهم bien il faut couvrir avec aluminium bien sûr tata traversi c'est faisable donc pas ta bien dans dépôt ou تحطهم في ماء يغلي صافي شوين مؤمن شهوالك الحمد لله لاباس انا في الموند نتاع الكوجينه في الموند نتاع الكوجينه قاعد نحضروا في الدواره نتاع اليوم دونك عندنا شربه انكور زيد الكل بطبيعتنا نحاولوا ننظفوا الكوجينه باش نوريكم زيدها طرق اخرى نتاع قصان نعرفكم تديو عاملين جو سيرتو بربي روسيت سوب تالونتي سوب تالونتي صافي سهله شويه بصل وشويه ثوم شويه كلافس لونتي العدس ما عندكش مرقه نتاع دجاج ولا شويه دجاج انت سار الوحيشي تبعث لك ميساج بريفي ابعث لي ميساج بريفي ديما ابعثوا لي ميساج بريفي ونحاول قلت ربي نجاوبكم على الميساج بريفي فيه الروسيت اللي تحبوا عليها دونك بعد ما نزيدوا الخضره نزيدوا عليها العدس نقليهم مع بعضه العدس بالطبيعه نشلوه بشويه ماء قبل ما نطيبوه
نمرقوا بشويه ماء عم نحس سلايت على خاطر سخنه الدنيا. بيان سور سخنه تما سيتو في رمضان نعرفوا اللي شربه ديما تكون تيتولير يعني ما تلعبش. شنو وريتكم نجيب لكم صحفه فيسا فيسا نظفوا البلون ترافاي كيما قلت لكم قبل على قد ما نظفوا البلون ترافاي على قد ما نبداو مرتاحين. جاكوب شهية طيبة بلوس شغل وسيت تعمل فيها نصها قرايري بيها تليلي بونجور للناس اللي خاطر هنا كنت دونك كنت نحضر في موساكا حديتها في وسط الفور باش تطيب. طيب باش نكملوا الكميله نتاع المنيو حضرنا سوب باش نحضروا كعبر نتاع شوكولاتة. ممكن انتم تابعوني بسيسه بسيسه للي قلتوا بشوي بشوي هاكا نحضروا نحاولوا نحضروا لي بلا الكل. عندنا صحف بلا كما غادي نشوفوا هكا نعطيكم كاميرا ونتعداو اللي زين الفيديو العالمية هذا سيدي عندنا سيل كفتاجي نتوما زادا كيف كيف شدينا الخضرة وتفاهمنا توا كومون كوبي في المو اي اوسي غابيدمون بيان سور توريكم كل شيء يوصل وصلاتي بيان سور الناس الكل اختار اللي خلطوا علينا توريكم الطريقة نتاع القصان. دونك عندنا صحفة هذيا حطينا فيها شوية طماطم ذبلناه زدناه شوية ثوم وشوية طماطم معجونة وشوية هريسة هذايا كل شو نحطوه في الصحفة. كيف نعرف في رمضان انا بيرسونيلمون سلاطة مشوية والكفتاجي ما يغيبوش على الطاولة. ياخذوا الصحفة خليوها محلالة هيا وينك يا شيف لاباس الحمد لله احلى شيف لطفي تليسي يعطيك الصحه وربي فضلك وربي يبارك لك. ناخذ شويه كراع احمر دونك هذوما الكل كنا قليناهم في الزيت. فما شكون سيرتو الكفتيش انتوما تنجموا تقولوا لنا على الطريقه سيرتو تحيه للقروان اهل قروان ولايات الكل اللي تابعوا فينا. انا جو فو دي روسيت فيت في بيان سور نحاولوا باش نعطيكم دي روسيت فيت في نحاولوا نسهلوا عليكم الطريقه نتاع الاعداد. ونعرف سيرتو الكفتيجي مش كيما الكفتيجي اللي نعملوه يعني على الطريقه نتاعنا احنا كيما الكفتيجي اللي يحضروه مثلا في القروان. مي انا نوريكم طريقه كفتيجي كيما عرفها انا وربي الشيف كيفاش نعمل الملاوي به محمد في ميساج بيفي تنجيب لك كيفاش تعمل الملاوي تربي. باش ناخذوا ملقرع باش نقصوا بطاطا كيف فما شكون ياخذوا في صحفه يسطروها وفما شكون ما يقص بطاطا. انا قلت لكم راهو من اول نهار في رمضان ان شاء الله تحيه ليك من المانيا يعطيك الصحه هادم. قلت لكم راهو من اول نهار باش نوريكم لي روسيت الكل على الطريقه نتاعي انا. يعني اسهل حاجه اني نوريكم الطريقه نتاعي انا. فما شكون يعمل هضمه مروبه فما شكون يعمل هضمه طايبه فما شكون يحط القرع على الاحمر فما شكون يعمل بالقرع على الاخضر فما شكون يعمل بالبصل. تختلف لي روسيت الكل. انتم زيد كيف قولوا لي كيفاش تحضروا على الطريقه نتاعكم الكفتيجي. مش نحكيوا على كفتيجي روفيزيتي مي نحكيوا على كفتيجي تونسي 100% تونسي اللي بعد من فوق فيه رشه المعدنوس وفيه شويه بصل يعمل 66 كيف. دونك هذيا فيسا فيسا بالقصان هكا قصيت القرع والبطاطا الطماطم كيف كيف قصيناه وزدناه للهريسه. الروسيت الكل اللي تحبوا عليها تنجموا تبعثوا لي ميساج وانا نوعدكم كما قلت لكم ان شاء الله تنحاولوا نعملوا روسيت سبيسيال عيد في الايامات الاخرانيه خاصه الايامات الاخرانيه نتاع رمضان. سيرتو نعرف اللي الايامات الاخرانيه يولي واحد ما عادش يتلافت الماكله يتلاها بالحلو نتاع العيد. باه باش نكملوا نزيدوا الفلفل كفتيجي عندك العش عندك الكفتيجي عندك سلطه شويه هذوما زوز بيرسونيلمون يعني نحبهم برشا 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 وواحد كي ياكلهم يدعم الجو وسيتو للناس اللي في الغربه ان شاء الله يرجعوا. انا نحط فيه كل شيء نبيها كيما قلت لكم يعني روسيت الكفتيجي راهي تختلف من بلاصه لبلاصه. انا نعملو اما فاسون طريقتي هذايا فيه فلفل فيه طماطم في بطاطا في العظم في القرع الاحمر. انا نسطر وشايف يعجبني مسطر هكاك في سكينه فيسع فيسع وريتكم
طريقه فهم شكون هذا كيفيه زوز كيكنا في فيليكس في واحده بالله يسطروا وتنجموا تزيدوه الكبده لانكفور شيف عفيف تخيل احلى تحيه شيف عفيف يظهر لي يلزم سكينه طويله بور سابوي سو لا بوينت سكينه طويله دو بريفيرونس باش تعاونكم شي جيسي كيف تجي في الكويسون وفور يدون اوسي بون جو باه باش نعطيكم جو واحد اخر باهي بالنسبه للكفتيجي في الفور الماكله الزمنيه نتاعنا بالحق عندنا ماكله بنينه بالتشخشيخه نتاعها بكل سلام شيف غريبه بيضة بالله ان شاء الله يا سامي ان شاء الله في ربي غريبه لو بلوتو بوسيبل وكنت راهو باش نحضر لكم كنافه بالقشطه مي ما لقيتش كريم فريش سينو راني اليوم عملت لكم كنافه بالقشطه باه هذا فيسع فيسع جوست نغسل الايديا كيما العاده كيما عودتكم سي كوا المنيو دوجوردي جميله دو جنيف للناس اللي التحقوا علينا توا وقاعدين يحبوا يسهلوا على المنيو منيو ساهل خفيف وبنين عندنا موساكا في الفور حطيناها تيب عندنا صحيين كفتيجي هاو كيفاش انا نوريكم صحيين كفتيجي للجميع اللي في الغربه ان شاء الله يرجعوا سالمين غانمين اش معناتها قشطه بالنسبه للقشطه تيب بن شاي وبالكريم فريش باش نزيدوها احنا مش نعملوا صوص توفي بالنسبه للديسير مي انا غالبا كنش كريم فريش احمر واخضر بوم دو تير نبيها به باللي تعملوا في الغربه خضره ما عندهاش جو وصف مقدور الشيف ان شاء الله تعطيكم الدراسات الكل في مساج بوكال في مساج تنبعث لكم مساج بوكال جوست انتم ابعثوا لي مساج كنا حكينا قبل في القديمه في اللايف نفكر ونقول راهي الخضره في تونس شيف نيش على الروس ايناس نوسا اش بيك ما جاوبتنيش على الروس شنو بالنسبه للروس قولي شنو تحب نجاوبك وين باش نرجعوا بربي ما فماش ديفول وزيد عليها كونفينمون ربي يكون معاكم الحق قلوبنا كل معاكم مع التوانسه كل اللي موجودين من برا ان شاء الله ترجعوا لنا سالمين غانمين وربي يفضلكم وربي يحفظكم دونك هذايا الكفتيجي من بعد شويه معدنوس شويه بصل يعمل 66 كيف كيما قاعدين نشوفوا هذايا بالنسبه للكفتيجي نوقف حذر خضره الكل سيرتو الخضره الكل اليوم مشيت خديت من المارشي نتاع المرسى الحق تلقاو شوا كبير برشا سيرتو ما عادش فما كونفينمون دونك ما عادش نستحقوا لي فريزون نتاع خضره نوليو ناخذوا من مارشي تاع المرسى تحيه للعماد في المارشي تاع المرسى الحق عنده شوا كبير برشا وتنجم تختار على كيفك وعلى ذوقك وتختار اللي تحب تلقاو شوا كبير برشا عند عماد في المارشي نتاع المرسى كملنا حضرنا الكافتيجي شربه انكور قاعده تحضر نحاولوا نحيو ديما الزيت نظفوا لو بلون دو ترافاي وانتوما زادا كيف قولونا شنو هي الطريقه نتاعكم اللي باش تحضروا بها الكافتيجي ما قلتولناش على المنيو شنو عندكم دباير اليوم في نهار جمعه ان شاء الله جمعه ان شاء الله جمعه مباركه نظفوا لو بلون دو ترافاي باش نكملوا نقصوا سلايطه وتوندونس توا باش نعطيكم على فكره توندونس هي قديمه وجديده اللي كانت موجوده يقول لك سلاطه راهي برشا ياخذوها كيما مفتحات وتوا في التوندونس في الريستورونات دو رونومي الكل يقول لك سلاد ديجستيف دونك سلاد ديجستيف شنو هو ياخذ الحاجات كيما مثال البسباس سلاطه نتاع البسباس يقول لك راهي هذيك سلاد ديجستيف به باش نحضر لكم يعطيك الصحة نهار نعرف اللي طيبتها قبل كفتيجي نعرف شنو طيبتها قبل شنو دبرها اليوم شيف به اللي خلطوا علينا جميلة توحشنا تونس انا شتي لي بيه مي مالوزمون بيعطيني نتاع سلطة الروس سلطة الروس سهلة تصمت الروس تصمت الروس في الماء ما يغلي من بعد تصب عليها الروس تفوحوا قبل كل شيء تحط شوية ملح من بعد تاخذ شوية مطر شوية فلفل شوية بصل سلطة بالعدس به كيف السلطه بالعدس ولا الروس تصمت العدس ولا تصمت الروس وتاخذ شويه فلفل شويه طماطم شويه بصل شويه جامبون شويه دجاج شويه تون اللي تحب انت
مع شويه فرماج ولا لا. حميد الدهميني مازلت ما عملش جروب، نستنى نستنى بقدرة ربي في الاسم اللي انتم بعتوني باش تقولوا لي شنو هو الاسم نتاع الجروب. دونك نفوحوا بشويه السلطه كيك سوا نتاع الروز والا نتاع العدس، نفوحوها بشويه موتارد وشويه ملح وشويه فلفل اكحل، نجم نقصوا معاها شويه عظم وهكا تكون سلطه تاع مستوستين كيف، معاها شويه معدنوس دونك فيها الخضره وفيها شويه تون شويه فروماج شويه جامبون، كل قدير وقدره شنو تحب به. صوص تومات سيكوا بالنسبه ليكم يعطيكم الصحه الناس الكل، تشيش بشويه بسلطه خضراء بتنجيل محشي وبريك. قلت لكم بالنسبه للمنيو اللي خدته علينا، عندنا شوربه مرمس كما قاعدين تشوفوا، مرمس بالدجاج هذه الشوربه، حضرنا المساقه خليناها في الفور، تو باش نحضروا السلطه. باش نوريكم كالعاده انتم نعرفكم تعملوا جو على القصان، دونك وانا هاني معاكم باش نوريكم الطريقه تاع القصان. به كيف تيجي قروي تقلي فلفل اخضر، وكان عندك تزيد شويه فلفل احمر وبعد ترهيهم، وبعد تزيدهم العظام مقليه مروبه وتحط شويه معدنوس وبصل وملح وكمون، وتكسرهم بالعظام حتى البطاطا تقليها، وبعد تحط ملح وبصل مقصوص. دونك كيما قلت لكم يعني يعطيك الصحه نفسي ثريا اونكور اون فوا لا وسيت دو كيف تيجي دليل. مازلت ما دبرتش، قلت لكم راهو الريسيت راهي تختلف من بلاصه لبلاصه، وتحيه ثريا اللي عطاتنا الريسيت نتاع الكفتيجي. علاش؟ على خاطر مطبخ شيف مؤمن سرور وسلاتي. ربي يبارك لك. ساليو شيف بسمه، ساليو للناس الكل اللي خلطوا علينا واللي قاعدين يتابعوا فينا توا في اللايف. قاعدين باش نحضروا سلايطه تاع بسباس، وكنت قلت لكم راهو لابيلاسيون تاع سلاطه راهي توا ولات يقولوا سلات ديجيستيف كيف كيف، راهو يعني حتى في الديسير مع ديسير ولاو يعطيو سلاطه، يقول لك سلاطه نتاع تنوي معها شويه افوكا سلات ديجيستيف. به هذه كالعادة سيكون جو جو في الكوجينة هاكا، أنا ركبت لوبيا مكعبر ومعاها سلطة شوية وريك صبيبة بوغ موا الحريرة ماروكيان والبولي وفور صحة وشفاء. بربي قولي كمونية بالكلام كمونية، قول لك وشاي تصبرش بصل هذيك البازة الأولانية نتاع الكمونية. الكلامار دو بريفيرونس نحب طريقة البيتنجان المحشي. به تو بالمساج بالمساج جاوبكم، حاول جاوبكم بالمساج بالمساج. بالنسبة للكمونية تقص شوية بصل، تاخذ الكلامار دو بريفيرونس ما فيهوش روحه بطبيعته تقصه وتنظفه، جرين فلفل كعبة طماطم، تعمل التقلية نتاعك بشوية طماطم معجونة وشوية دوب الليش ملح ما تكثرش من الملح وشوية فلفل أكحل ودوب الليش كمون، هذوما تقليهم من الأول لين تعمل شوية تختوخ مع الكلامار، ومن بعد ترمي بطبيعة ترمي الجرين نتاع فلفل اللي يكون ملح وكعبات الطماطم المهروسين، ومن بعد تعاود تريكتيفي شويه الفاح تمرق الماء تخليهم يغليو دوبليش وتبدا صوص عافية صحه وبشفاء. به هذيك الكمونيه يا بسمه بطريقه السلطه الحليله المخضره. به بالنسبه للبتنجان المحشي دو بريفيرونس بتنجان جربوه ان شاء الله يطلع كي كفتيجي قروان ان شاء الله ان شاء الله. بالنسبه لينا عطيتكم كفتيجي على طريقه نتاعي انا، دونك انتم جربوه ان شاء الله يطلع باهي وبنين. تحيه لاهل قروان، تحيه للناس الكل اللي تابعوا فيا من تونس ومن خارج تونس. بالنسبه للبيتنجان المحشي اسهل طريقه انك تاخذ شويه لحم مفروم، عباره باش تاخذ بوليونيز شويه كاروت اونيون ان سيليري شويه كلاف شويه سنيل شويه بصل، سلطه كومبوزي هي بور ديجيري بعد شربه روعه ميام ساميه ماشي. به الصوص البيضة والبشاميل. به تونيزيان شيف مؤمن الله يبارك لاسم جروب. بالنسبه للبشاميل طون بورتو 50 غرام 50 غرام ما بين بشاميل، بالنسبه للبشاميل ما بين فرينه وزبده، عليها حليب عليها جوز الطيب وشويه ملح. هذا البسباس قاعدين نقص بلي نحب نعرف كفتيجي عجبتني اما خلط اما بالنسبه للكفتيجي دونك خذينا شويه قرعه شويه طماطم شويه فلفل عظم وبطاطا سكرناهم وخليت راه شويه بطاطا للزينه يعني هذيك بطاطا رونديليت، وبرشا يحضروا البطاطا رونديليت للكفتيشي ويسطروه بالوقت. به دونك بعد ما تاخذ الرو اللي هي فرينه وزبده تحطهم على الغاز، من بعد تمرقهم بالحليب
تحركهم مليح مليح يغليو، وشويه صوص بشاميل هذيك تفوحها بشويه جوز الطيب وشويه ملح وصحه وبشفاء. به هذا بس بس كي باش ناخذوا شويه اش قلت لكم سلطه تبدا مشخشخه، شويه شروش، شويه صوص جبيت بالطبيعة سي سرويحكم في الحصان. وأي إنسان ربي أنا شاف الليلة نحب نعمل مقروض، نحب الروسيات، شاف بفضلك بالله مني أبعث لي ميساج بريفي من بعد نلقاه بقدرة ربي نكمل اللايف نجاوبك عليه. راهو تبارك الله برشا ميساجات وبرشا عباد شاهية برشا ماكلة تبعث في ميساجات وقاعدين يتفاعلوا وأنا فرحان برشا برشا. الحق ما نخلف شاف عن فضل نجاوب وساعات ساعات فما ميساجات نلقاهم وساعات ميساجات ما نلقاهمش. ان شاء الله بقدرة ربي نجاوب الناس الكل. قصينا شوية بسباس، شوية شروج، هنا البصيلة، كل شيء تقصوه جيد. ناخذ شوية معدنوس، شوية شبت، لو خذيت شوية شبت وبلاش شوية شبت، خذيتو مع البسباس يعطينا جو آخر. بالنسبة للسلطة باش نفرحها بشوية موتارد، باش نزيد نقصلها شوية معدنوس، معدنوس باش نخلي شوية منه للكافتاجي، وشوية باش نقصو للسلايط. ثم زادا كيف تنجم تقولولنا على الدبارة نتاعكم، تنجم تقولولنا بكري سألتكم سؤال نتاع الغناء، شنو هو الغناء اللي تبداو تدندنو في الكوجينة تتفكروه في الكوجينة. باش ناخدو شوية طمطومات، طمات سوريس، فرحانين بيك برشا ياسر متخلف، ربي فضلك منال يعطيكم الصحة للناس الكل اللي قاعدين يتبعوا فيا، هذا من حسن أخلاقكم الناس الكل. انا نحاول هكا نحضركم منيو بنين وخفيف باش الفايده تحصل للناس الكل. دونك سلايطه كيما تراو فيها، بعد عصير قارص ديما كنقصو بسباس وتو عصير قارص. لو فيت بالحق بلاتون تاع سلاطه كي تراو لي كولور اللي موجودين عاش كان قاعدين تبعوا فيا، الطماطم الاحمر الاخضر الابيض، تبارك الله يا اون انفينيتي نتاع دي كولور اللي هما يخليونا نقولوا احنا ناكلوا بعينينا. القسم نتاع المحلميه هذه تزوها فورماسيون. لا والله بالحق سهله والله، هذه احنا كنا رانا تعلمنا القسام بسياسه بسياسه، يعني سي با ايفيدون صحيح من الاول. بونجور احلى شيف امين مراكشي، بونجور اهلا تحيه للشيف امين مراكشي من صفاقس. دونك قاعدين نقصوا في سلطه نتاع سبيس باش نزيدو كالعادة نزيدوه شوية جمبون، عندنا جمبون تاع مليحة، باش نقصو شوية فرماج كالعادة. هاذيكا الحاجة الباهية اللي نتوما تنجمو تكومبوزيو سلاطة على كيفكم. طريقة سهلة برشا باش تعمل سلاطة، كنت حكيت لكم قلت لكم راهو سلاطة توا ولات التوندونس نتاعها يقول لك سلاطة ديجستيف، يعني مش سلاطة مثلا نتاع منو، مي سلاطة هاكا يقول لك راهو في ديسير في الكارت نتاع ديسير تلقى يقول لك سلاط ديجستيف. دوك الطماطم به قاسينا شوية جمبون، ناخدو شوية فرماج كالعادة. بسم الله ريهاب نقيس بونجور، خلينا زعيم سوق نتاع لونيو. سلطة شاهي صحة ليك يا شيف، شيف عملنا شربة حوت بنينة برشا يعملوها البنزة طيب. إن شاء الله بقدرة ربي نحاول هاكا ديما نحضروا لكم العديد من الأطباق البنينة اللي إن شاء الله تعجبكم. باش ناخدو مرص نتاع جبن،
والقصة كيف كيف، ساعات هاكا تقصوا قصة خشينة وساعات تقصوا قصة جويدة، المفيد بالنسبة لكم. شيف قل لي شنو نطيب به، باش نقصوا شوية جبن. هاكا السلطة نتاعنا حضرت سلطة كومبوزي، عملنا صحة في الحوت يا شيف، وربي يبارك لك يعطيكم الصحة. هاكا فيزا فيزا نحضروا مع بعضنا في لايف حاجة بنينة برشا، باش كملها الكيبة طمطومة زرونة فرد مرة. سلطة نفوقوها ديما دي بريفيرونس آخر لحظة، باش نلم سلطة يا سيدي. نجيبو صحيفة، عملنا شيف ستة مقروض، إن شاء الله برشا طلبوا المقروض، إن شاء الله تنحاولوا نعملوا المقروض. الخضرة هي كلها في بول تاع سلاطة، وننصحكم زادة، ربي عينك يا شيف ريان حمد، ميرسي بوكو، مو سي أون تخان دو بريباري لي تو بو فيغ لي فامو بول دو شوكولا. حسة غلطت. دونك ننصحكم اللي بالحق كلوا برشا سلطه، سلطه راهي منفعه برشا للبدن، وسيرتو في رمضان وحتى اول رمضان، ديما تفكروا بول نتاع سلطه راهو كله منفعه للبدن. هذه هي سلايطه هيك حضرت، طلع جنب معانا كتفيش حضر، باش نتلاقى بالطبيعه في الديسير، مش نخبي عليكم حتى شيء، كل شيء باش نوريكم كيفاش نحضروا، باش نفرغ البلون دو ترافاي. السوب هذيك يزيها باش نوريكم كيفاش نحضروا الكهابر تاع شوكولاتة. باه اون ليبير لو شون، مقلوب في الفرن تنجمو تحضروه من فوق الفرن، يجي بنين برشا. هنا باش نفرغ البلون تاع الكل، باش نجم عملنا حصه في انواع الحوت، ان شاء الله بغيت تربي تو بور بابا نعملو سلاد كينوا فيلي سومون في الفور وشربة فريك، صحة باش فريك، ربي عينك. سامية ماجري ميرسي بوكو، نحب كسكسي بالحم وزبيب، اش مازال تو ليلة 27 بغيت تربي ظاهر المنيو، ما نجموش نبدلو حتى شيء، يعني ظاهر بغيت تربي كسكسي بالنسبة للمنيو تاع ليلة 27، حاجة سهلة برشا اللي هو شكون ما ينجم يكون كان كسكسي. باه ريسيت سوب اونيون شيف سي فو بلي. بالنسبة لتاع الاونيون تقص فص برشا 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 بصل، تنجاوبك فيسع قبل ما تعدى للريسيت نتاع البولات تاع الشوكولاتة، تقص برشا بصل، مع البصل ماذا بيك عندك مرقة نتاع دجاج، تخلي البصل يذبل دوبليش في شوية زيت وزبدة، تعمل الميلونج، من بعد بسيسة بسيسة تمرق بسيسة بسيسة تمرق حتى لين سو كومبوت، يعني يولي كيما الكومبوت. بعد عندك دي كروتون، شويه خبز فروتي بالبثوم، وعندك شويه فرماج رابي، هذيك اللي يتحطوا في من فوق بعض الشربه، وتكون هكا مرقه ما فيها برشا بصل. هذه بالنسبه للروسيت دو باز نتاع السوب لونيون، وتنجموا نتوما زاد كيف تعملوها بالطريقه نتاعكم نتوما، وتزيدوها برشا حاجات اخرى. بالطبيعه الفرنسيس يدوم حاجات اخرى، شايف نعمل كالامار دوري ديما دوري نتاع تنحى، ما فهمش علاش باه، ما فهمش علاش سهله العمليه، تعرف علاش نحالك خاطر قبل ما تحطها في الباتافرير، اللي هي باتافرير تنجم تخدم باتافرير لونسيان على إترا حليب، تحط 4 كرات عظام و 350 غرام فرينة، هذا سيونس كوليونير سي فولي لايف حتى بعد رمضان إن شاء الله بخدت ربي، تحط في بعد تحضر الباتافرير يلزمك تحط الكلامار تصمتو شوية في الماء دون بار، ومن بعد ما تصمتو تحطو في الفرينة باش ينجم من بعد يشدلك البات نتاع الباتافرير. هذايا بالنسبة للروسيت، اعطيني روسيت كنافة ان شاء الله بغيت تربي. انا هاكا باش نجيب كريم فريش، شايف حضرنا جبان وعلوش ان شاء الله، هاكا البهارات الكل ما شاء الله فما برشا، فما اون انفينيتي نتاع البهارات، هاكا نحاولوا المفيد المنفع تحصل للناس الكل. جست لحظة بركة باش نوريكم،
شنو احسن حاجه شايف تشوفها بها سومون كويه لافابور؟ سومون والله اعز حاجه شويه سالي بوافر دوباش وابار سالي بوافر تزيدوا شويه انات اللي هي حاجه حلوه برشا برشا بالنسبه للسومون. ودوب ليش ماذا بيكم باش تبلن سومون ما طيبوش برشا. هاي سيدي من سيدك نوريكم زيد طريقه واحده اخرى توا باش نحطوا شوكولاته ذوب. باه جينيرالمون مستانسين شيف والله تعلمت منك برشا حاجات كنا نتعلموا من بعضنا ربي فضلك ريان ربي فضلكم الناس الكل قاعدين يتابعوا فيا بارتاجي اوتون باش المنفعه تحصل للناس الكل كيما قلت لي هاوكا في اللايف يكون المنفعه تحصل للناس الكل ويستفادوا تلقاو على الفيسبوك شيف مون بن يونس والا على اليوتيوب كيف كيف شيف مون بن يونس. تحط لها الخميره خبز بوتيتر من هكا لا 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 تحط لها الخميره الخميره في الخبز وفما دو بريفيرونس تخليها ترتاح توا حدا وحدا كالامار فارسي بالنسبه للروسيت الهام هاكا بسيسه بسيسه نجاوب ويا صايم كالامار يقول مش ماشيهاش سهله العمليه باش نجيب رولو بحذايا تنقول لكم علاش رولو بحذايا باش نجيب لي زانجريديون تنقول لك على كالامار كيفاش يحضر نجيب تصبر عليا شويه بركه باش نجيب لي زانجريديون نتاع كالامار الفرنسية تاخذ شوية بصل وشوية حمص وشوية كبدة دو بريفيرونس الروسيات القديمة الزمنية نتاع الكالامار المحشي بالكبدة حمص وبصل وفلفل وطماطم معدنوس شبت وكسبر تخلطهم كلهم مع بعضهم وشوية سلق هذا لفاح تريف طماطم معجونة وحفنتين تاع روز طيبين تخلطهم مليح 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 الكبدة تكون طايبة مخصوصة جويدة شوية ملح في الأكل وشوية نعناع وشوية هريسة هذا هو لفاح الكل تفرسي به الكالامار ماذا بيك طيبوا على نار يعني هاديه مش قويه برشا باش ما تنقبوش الكالامار يا تخيطوا يا تحطوا بالليكيردون تعملوا بالليكيردون والصوص سهله عباره صوص ليجير خفيفه نتاع طماطم معجونه وشويه ثوم وشويه بصل وريقه ترند وصحه وبشفاء بالنسبه للروسيت تاع الكالامار. به نتعدى باش نوريكم الطريقه نتاع تحضير الكعب البوليت هذه باش نذوب فيها الشوكولاته شايف هاو عملنا تصويره للسفره اللي حضرتها شغال فتره باش نشوفوا النتيجه النهائيه الله يبارك ان شاء الله بقدره ربي نعاود نحط لكم التصويره نتاع البلا الكل. عندنا شويه نوات كوكو باش نخليوها عبار باش ناخذ الشوكولاته شوكولاته مره هذيا من ايطاليا كالامار هو لونكورني الكالامار كالامار كالامار فما اون انفينيتي اون فاريتي كبيره برشا تاع كالامار فما حتى شيبون نوعين تاع الكالامار جويد دونك على الرخامه باش نكسر شويه شوكولاته كيلو كملوها انا عسل دونك عسل قلت لكم نتاع صاحبنا موفق يعمل في بروجي في الوسلاتية في القروان تحية لهي القروان عسل بنين والحق يعمل في بروجي وكلنا نشجعوا فيه وقلت له تو بوركو با نوع داك اللي نحكي على العسل ونقول على المنفعة نتاعو باه دونك الماء غلي كيما ترى شنو باش نعملو باش ناخذو بابي باش نحطوه في وسط الماء باه وتوا نحطو البول علاش حطينا البابي سوتو في البواله سخنت في بواله وريتكم الماء كيفاش يسخن في بواله باش الماء ما يبقبقش وما نهلكوش الشوكولاته باه نتعداو للكمال عندنا هاكا ريت قلت لكم حتى الحكوك الحكوك نتاع بونا نخبيو فيهم حاجات اخرى هذه حكه نتاع موتارت عندي لوز دو بريفيرونس طون بور طون بالنسبه لل للوز باش نحطو له البسكوي مي هاكا نتوما تنجمو هذه قشوطه بالقدير تنجمو تحاولوا تشتهتو حطيت لوز مرحي هذا بسكوي اي نوعيه تاع بسكوي عليه شوكولاته تونس مباهي خصوصا للساج وشكرا
والله فما يونا في تيم تاع شوكولاته نوعيه، مي اليوم انا اخترت هكا شوكولاته تاليانيه، قلت خلي نفعكم شويه هكا ذوقوا حاجه بنينه، فهمت علاش من باكو تحل تحل ماشي استيوس به به باش نزيدو بريسك بمفهوم الخبره. هكا زدنا طون بور طون، فيها شويه لوز، فيها قشور تاع برقدان، باهي ليلة جاموسي المخروط، كيلتين سميد متوسط مع كيلة سميد ألتا بوفرينة، خلطهم مع كيلة زيت. يعطيك الصحة ليليا، ميرسي بوكو، شكرا على نصيحة الشوكولاتة. شيف عاون أمي قالت لي طيب أنت عاوني، أي ما فهم حتى مشكل تنحاولكم نقول لك كيفاش تعمل بالضبط. دونك كيما تراو سيرتو حطيت لوز، زدتو البسكوي مرح، زدتو قشور برقدان، نحب برشا قشور برقدان. لاستيز زادا كيف كيف الثانية باش نقولها لكم. اليوم هاكا واحد تفكر باش يحط شوية ملح فرد مرة في الطناجر، عملنا له سيت نتاع رولي وشوكولا سي سي بلي. باه إن شاء الله توا نوريكم باش نحط شوية ملح في في البسكوي، خاطر الملح راهو يعطينا جو آخر، الغوليفاتور نتاع الجو سيرتو في الباتسري. ديما كنفهم نتاع الملح، كيف كوجينا ساعات نجتهدو في الباتسري، النفع نتاع الملح راهي تعطينا نكهة أخرى. جربوها تو بقدرة ربي تلقاو ريزولتا باهية باهية. باه شاف عايش بسبوسة من غير حليب وهضم وياغورت. باه هاذيا ليتاب الأولانية اللي حطينا مفاح، نجمو كيف كيف دوب ليش نفة صغيرة باش تنكه نتاع نوت كوكو. هاذ راكو هكا احنا من بعد شرو ليهم في نوت كوكو. باش ناخذوا عندنا زبده ماتيلي لرسيت الغريبه وشكرا اللي هي مهم شوكولا في تونس ما فهمش من بون كاليتي، انا بعد شوكولاتي زيت كاكاو دو تري بون كاليتي من افريك مزور الكل فرنسي. صحيح جو بارتاج اي جو كونفيرم نفس الحكايه. بالنسبه باش ناخذ شويه زبده دونك باش نقصها هم مرسوب سيتو هي في 37 دوغري زبدة، يعني في تمبيراتور امبيونت في تمبيراتور تاع الدم ذوب. نعاود لك الروسيت، الله يبارك نعاود لك الروسيت ارفيا. دونك باش ناخذ شوية طون بور طون على قد الكيلة نتاع البسكوي، على قد الكيلة نتاع اللوز، يعني كيما نقولو احنا 200 غرام 200 غرام مثلا. زدناهم شوية قشور تاع برقدان ونفة صغيرة ملح، هذه الشوكولاتة قاعدة ذوب. هذيك زبدة هنا مع الزبده، باش ناخذ شويه عسل. انتوما زاد كيف كيف باه اللي يعدل النكهه نتاع سكر الملح سيرتو باش يخرج لك لوغو برونسي نتاع الديسير، يعني لازمك تحط نفه ملح في البريباراسيون. باش نحط شويه عسل. انتوما كيف كيف راهو راهو سيرتو كوجينا واجتهاد، يعني من خلال خبرتي الصغيرة نقول لكم الكوجينا راهي بحر، واللي يقول يعرف يعني مازال ما عرفش. نشوف عامل فوق عامل فوق عامل كبر المليون، حطيهم شوية جراتيناج، ما نحكيلكمش على الموساكا، نجمو نعملو بور دو كاكاويت، مش على الملح عزيزتي على الشوكولاتة ما سمعتوش.
اي دونك هكا نحكي ونتناقشوا والمفيد المنفعه تحصل للناس الكل. نحاولوا نخلطوا البسكوي دونك هكا حطينا العسل وزدنا الزبده ودي بريفيرونس يكتب عليك بعض اليدين لتقول لي لا مغرفه لا حدا شيء. دونك من اعز حاجه اخرى ان نخدموا بيدينا. دونك انتوما زاد كيف كيف في بلاصه العسل راه تنجموا تحطوا شويه شحور سي با فورسيمون مي هاكا انا نحاول نوريكم الطريقه وبالزبده سيرتو تتلم تعطينا نكهه اخرى. وجربوهم وذوقوهم وصدقوني تو تعجبكم الروسيت برشا برشا. ممكن مفيد يتلموا شوكولاتة يلزمها على كاسرونة أصغر في البول اللي لو فيه باش يذوب فيسا. نوريكم التكنيك نتاع البابيي كيفاش تحطوه باش الماء ما يبقبقش دو بريفيرونس. دونك باش نزيدوها بسمينا الياهي. السلام عليكم للناس الكل اللي خلطوا عليا زاد كيف قاعد نحضر في كعابر نتاع شوكولاتة منال غريبي ليلي يعطيك الصحة أكيد رسيت باهية فيها هذاك فن أمور كوم توجور الحمد لله سارة يعطيك الصحة. دونك زدت شوية زبدة باش العجينة تكمل تتلم من بعد تنتهيو بالتذويب نتاع الشوكولاتة. دو بريفيرونس انتوما كيفاش تخدمو بالزبدة تخرجوها لكومبيراتور امبيونت باش من بعد خاطر توا انا قاعد نقولو احنا نذوب فيها ماشي هكا من غير حليب. من غير حليب ما خلطتش حليب. نجمو انتوما تخلطو شوية حليب نسلي كيما تراو علاش قاعد نخدم فيها خاطر مازالت الزبدة مذابتش. كبرات فيسا فيسا طيب تعملوا يجيو بنين برشا. ثم جربوا الروسيت وسيرتو بالاورانج وبشويه ملح راهو شاشونج كومبليتمون لوغو. جربوا حتى شويه شوكولاتة فوندون تناولوا فوندون قد تربي وجربوه بالزيست نتاع الاورانج وشويه ملح حاجه روعه روعه روعه. تحسوها اللي توا ولات عجينه متماسكه ولات هوموجين. كما تراوها عجينة متماسكة شنو تعمل يعيشك. باه قاعد نحضر في كعبر بالشوكولاتة نشرو ليهم بعد في زوز الهند جسكو نغسل يديا طبعا الفور نجيب على الفور بيبي سمر ما نحكيكمش على المساكة. لازم نهزكم معايا الفور هاي جاو معايا بشوية بشوية الفور هاي المساكة تنخرج لكم نوريكم. مش على البنا اسمع الصوت وركلنا هذه تنخرجوها يعني هاكا كل شيء قدامكم كل شيء لايف. جربوها المساكة في الدار وان شاء الله تعجبكم. نجد نجلة خويا مؤمن كمل ايجا طيب لي عشان في فرنسا. مرحبا مرحبا للناس الكل اللي يحبوا يشوفوا فطرهم لهنا بحذايا مع العيلة يجاو برافو تسلم يديك شيف رضا سيدين. دونك هذيك المساكة باش نحاول نخرجها باش نخليها في الفور
باش نحاول نخرجها. ديجا صالونها جراتيناج باهي برشا. ها يا سيدي يلا نسقها. بسم الله وبالله. سكر الفور. باهي باش نزرب فيسا فيسا. نزرب ونوريكم فيسا فيسا. برافو منال الهام فكرة والله يعطيك الصحة شيف. باش نزرب فيسا فيسا. سيدي خليها هكا هكا نخدم هكا دوك الفينوس ما قويش على النار باش ما تحرقنيش. الشوكولاتة هي ديجا ذابت مع شوية بطون. احنا كملنا كبرنا بقدرة ربي كل الأمور أمريكا. دونك باش النار ما تخدمش قوية هكا ما عملنا حتى شيء. باهي عزيز جربي فوزي شنو هو اللي في الفور مخلطش عليه. اللي في الفور موساكا كانت مسقعة حضرناها. دونك من بعد طلنا نعاود نوصف لكم وتارا نوريكم. حضرنا الكفتيجي حضرنا الموساكا. حال تعاود نسيت نتاع الموساكا خاطر هنا ما حضرش عليها. الله يبارك ليليا دل ما فما حتى مشكل. نعاود لكم الريسيت تاع الموساكا. نجيبوا صحن نجيكم. ها الصحن شنو ناخذ البات اللي حضرناها بكري كما قاعدين نشوفوا ونعملوا كعبرات. كعبوره هك كل واحد يديروا قدره. فهم شكون يحب يعمل كعبره كشين كعبر جويد يعني سو سون دو بريفيرونس. هذا كيف كيف حاول انا نعطيكم الطريقه من بعد نتوما تجتهدوا. اليوم اهل البارة تسكو شيم اون فيت صحه بشفي. يعطيك ألف صحة برافو شيف. يعطيكم نتوما زاد الصحة اللي قاعدين تتبعوا فيا. نتوما تنجموا تحضروا نفس الدبارة وتهبطوها في الانستغرام وإلى نهاتكم باش نحاول نبارتاجيها. دونك سيرتو كتر في البنة اللي تلقاوها ما نحكيكمش يعني تبارك الله على الريحة بالقشور تاع البرقدين وبالنفع تاع الملح تعطينا حاجة أخرى. يعطيك ألف صحة برافو. يعطيكم صحة الناس الكل والله كيما نقولوا ربينا الكبده سيرتو منور رمضان التوا للناس اللي قاعدين يتبعوا. بربي شنو هي المسكه اللي كنا حضرناها بكري اللي هي تاخذ بتنجان تنشعل بتنجان تستعمل بالسلق بالبطاطا بالقرع تعمل صوص باللحم مفروم ومن بعد فرماج وتحط تعمل كوش بكوش. رسالة المساكة تلقاها نورمالمون كنت عاود تفرش في الرديف من بعد ما خلطش من الاول. عاود قول لنا وقت ديريكت بالضبط باش نتبع. المساطيم قدرة ربي تلقاو ديما ديريكت موجود. الكعبرات كيما تراو هما هما سيرتو توا نعرفوا اللي الماتير بريمير غلات برشا. شايف باش لميت البسكوي ترابلسي بسكوي ملحي بيان ولا مهروش مرحي فارينا البسكوي راه بالنسبه للبسكوي لميته بشويه عسل وشويه زبده. بعد هاو تفرج يبقى راهو بطبيعه يبقى لايف. قاعد نحضر في الكايبرات فيش عملت الكابر هاي قاعد نحضر في الكايبرات. الكايبرات حضرتهم بكري فيهم شويه لوز طون بور طون على قد اللوز على قد البسكوي. زدتو عسل ومع العسل زدت قشور برقدان. مع قشور برقدان زدنا الزبده باش والله بسكوي. خديت بسكوي كل المدور بسكوي سيد هذاك هو ترابين عليه يعني بسكوي ستار 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 هاكا مدور فما سيركل هذاك هو لقيتو هذاك اللي لقيت. سورتو توا برشا برشا مشكله في ليزانغريديون اللي ما تلقاهمش. دونك ريت حتى في المنيو نحاولوا باش نعملوا منيو ولا باش نعملوا روسيت ومن بعد نلقاو روحنا في الكونترانت نتاع الماتير بريمير. هذاك علاش
سيد احمد احلى تحيه سيد احمد، يا رب يفضلك يا سيد احمد ويطول في عمرك. دونك كيما قلت لكم تحاولوا انتم تجتهدوا وتحضروا على الطريقه نتاعكم. انا هاو كنحاول بالامكانيات اللي موجوده نحاول نحضر لكم منيو باهي وخفيف، ما يطلبش برشا وقت وما يتكلفش. الكايبرات هذوما راهو تنجموا كيف كيف كيما تحضروهم في للعيد، تنجموا زي تاخذوا شويه في بلاصه اللوز تعملوهم كان بسكوي بركه، وتاخذوا كعبه نتاع بوفريوه. حرك شويه الشوكولاته، ايجا حرك عاوني شويه ليليا في الكوجين. ما عنديش الزهر، ما غلطتش عليك. ميسيرش ياسمين راهو تنجم تعاود تتفرج على الرديف موجود. يعطيك الصحة لكل سيرة الموساكا، أصلها من اليونان، وين كليتها باللحم مفروم وبدنجان وبطاطا وجبن يوناني مغطس في الموساكا. كيف كيف قلت بكري راهو الموساكا يعني في اليونان وإلا حتى في تركيا وإلا في مصر تختلف الطريقة. وأنا اليوم عملت قداش حطيت لوز شاف. الحقيقة 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 راهو هدى طون بور طون، ومن خلال جانب الخبرة يعني برشا يقول لك في الباتسري الكيال صحيح الكيال، مي في دون دي روسيت بجانب الخبرة هاكا نحاول نحط نجم نحط 200 غرام لوز عليهم 200 غرام بسكويت مرحي. شايف المقادير، المقادير خلينا بالنسبة للكعابر خلينا نفتين يعني مغرفة صغيرة نتاع خشور تاع برقدان، زدنا 50 غرام زبدة، هي ديجا الباكو فيه 100 غرام، أنا استعملت الشطر نتاعو، الشطر نتاعو نتاع زبدة. هاكا كملنا حضرنا الكعبرات. باه لاسوس لولانية بالنسبة للكعابر باش نحطهم شوية في الكونجيلاتور باش يشدوا رواحهم، ومش من بعد نجمو نحطوهم في الشوكولاتة. نحطهم شوية في الكونجيلاتور. به ربي امان نحب روسيت جيزاتا حلوة عربي. جيزاتا راهو حضرناها البارح كنت تفرج في الرديف تلقى روسيت نتاع الجيزاتا جيتريا. والله يا اخي بدكم شوكولاته ذوبتها في الزبده، ليه شوكولاته ما ذوبتهاش في الزبده؟ بس نغسل يديا وهاني معاكم تو نجاوبكم على التساؤلات نتاعكم الكل. به امان كل يوم وقت تعمل لايف كل وقتاش ياسمين اللايف المالي ساعتين مصين مدرج مصين درجين احنا وال يعني ابرتين من المالي ساعتين من المالي ساعتين كنا بقدرة ربي موجود على اللايف في صفحة في الفيسبوك صفحة شيف مؤمن بن يونس، وفي اليوتيوب زاد كيف كيف كل نهار المالي ساعتين. به مثلا 200 غرام لوز قدهم بسكوي هاي صحيح، زوز مغرفة عسل، 50 غرام زبدة، وشوية قشور تاع برقدان ورشة ملح. اللهم صل على النبي ربي هذيك هي وقدامكم هاكا. شوفوا والله العظيم ما نحكي لكمش دوبليش ملح ما تكثرش، ما نحكي لكمش على الريحه البنينه اللي تلقاوها في موجوده في الكوجينه في كل كيبرات. ديما بالطبيعه اون ليبر لو شون نتفقدوا الشوكولاته. دونك هي ديجا بطبيعتها الشوكولاته راهي ثوب مي تاخذ شويه وقت، وذيك علاش بكري وريتكم التكنيك اللي موجود نتاع البابيي سيرتو باش ما نحرقش الجناب تاعها. ميرسي بوكو شيف ربي يفضل فضلك اميره سين. دونك يعطيكم الصحه نتوما الناس الكل، تنجموا تحضروا البريباراسيون تاعكم في لايف يوميا موجود. شويه بابي خير سي سوريحكم سيرتو في الكوجينه. شيف عطينا اقتراحكم. والله سحور مصفوف ما خيرش من مصفوف. نخدمها شوية دونك ماذا بيكم تحاولوا ديما متحرقوش الجناب نتاع الناس العبيدي. اقتراح نتاع السحور السحور السحور
وداتا كيري شوكولاته زاد كيف كيف. ان شاء الله في الافطار الفتره بتاع نوريكم كيفاش تعملوا ديكاريم تاع شوكولاته هاكا تنفهموا. كان كملنا بعد رمضان كل هشنا كيما غاديين نشوفوا. استنى نوريكم كيفاش غاديين لازمكم تخدموها شويه شوكولاته باش تعطيكم كل لوعه نتاعها. هاد الشوكولاته راهو مش تذويب تحطها جيزاتا شيف شنيا جيزاتا حلو تونسي حضرناه البارح. الطريقه نتاعو سهله سهله برشا. دونك نجمو تفرجوا على الرديف تلقاو فيه الرديف. هاد رجعها شويه محل غاز ونتبعها بسيسه بسيسه حتى لين تكمل دوب. ثم زاد كيف كيف نجمو تسالوني على لي ريسيت اللي تحبوها. تنجمو تخليو ميساجاتكم وانا نوعدكم ان شاء الله بقدرة ربي نجاوبكم. دونك كيما تراو هكا باش نكملو في الكميله نتاع الميزون بلاس. يعطيك الصحة عايشك شيف. باه باش ناخدو صحفة باش ناخدو صحفة باش نحطو فيها زوز تطيب نوا سي أخذ مني نظن عمل فيه. باه باش نحطو لا إله إلا الله محمد رسول الله نحطو جوز الهند هاكا في صحفة. يزاد شيف مش أهلو ساهل أصلو ساهلي. الجيزاتا روسيت زمنية من قاع الخابية. دونك تنجم تفرج البارح حضرناها تفرج في الرديف وتقولولنا شنو رايك في الجيزاتا. نحاولو نحيو زي الكل. ناقص على النار ناقصين على النار ليليا. دونك نورمالمون نصورها ديجا دابت. انا فيديو باش نطفي عليها باش شالور تردي ديجا. هي ريسيت سابلي عايشك يلزمو حوت مش كونجلي لاميا اسطنبولة. لاميا الحوت مش كونجلي بالنسبة لشنو الحوت عاش مخلطش الكومنتارات ساعات خاطر ما نجمش نخلط باش نقرا الكومنتارات الكل. دونك نفلت ساعات حاجات به هذيا نحطو فيها شوكولاته. بسم الله كيما قلت لكم بكري نزيدو نخدموها مليح مليح الشوكولاته. ونذكركم اللي البولات كنا حاطينهم في الكونجيلاتور باش يبردو. سامحنا شيف تعبت معاك. لا والله ليه سيام رمضان يا ياسمين وسيرتو واحد تبارك الله يقعد ساعه ولا ساعه ونص ولا ساعات ساعتين احنا باللايف هذا شو قعد نتكلم يعني واحد ساعات ما يقولش هذاك علاش اللي بيكري جوز الهند ما لقيتهاش الكلمه باش نتكلم نسيت. وسيرتو اللي قلت لكم ديجا راكم تراو فيا في اللايف نتصرف سبونتاني ساعات هاوكا بالامكانيات وبالشيء اللي موجود نحاول باش نوريكم حاجه باهيه. به جيب صحن واحد اخر نحطو فيه البولات. صوت واضح نورمالمون صوت واضح. شوف شوكولا نوار ولا شوكولا نوار تنجم شوكولا ولا شوكولا نوار انت وشنو تحب زاد كيف كيف. ديما خليكم شوا يعني موجوده البروبوزيسيون عندكم باش نجمو تحضروا منيو باهي تنجمو تحضروه على الطريقه اللي تحبوا عليها انتم. بالنسبة حتى للديسير نجيبو البوليت دونك جوست نورمالمون تخليهم وقت أكثر. المخ قداش منه ربي يعاونك ياسر بصراحة يعطيك الصحة يا ربي فضلك. به البوليت هاهما الكبرات كان قاعدين يتبعو فيا باش نحطهم فيسا فيسا في الشوكولاتة باش نغموهم. وبعد شوكولاتة باش نهز من هني باش نحطهم
كيسه كيسه. اكبر كله نجم تعملوا كعب صغار راهو وركله تاخذ الفورم راهو يعني بالشوكولاته والنوات كوكو. انا نوريكم كعبوره بركه كومبيان دو طون دو فريغو ايفيكتيفمون مديحه خليتهم دوبليش خاطر توا قاعد معاكم في اللايف يعني مازلت كي حضرتهم، مي باش نخليهم يزيدوا يبردوا اكثر باش من بعد يعطيوني تكستور باهي. دونك كيما تراها كبيره هاي هكا بالشوكولاته وبالنوات كوكو. هذه كعبة تو نزيدو نعملو كعبة أخرى تنقصلكم منها شوية باش نجمو تفهموني. شكرا لكل شيف وشكرا لكل راجل وكل امرأة جهزت مية الإفطار، جزاكم الله خير يعطيكم الصحة الناس الكل ربي يفضلكم. والله بالحق يفور للناس الكل النساء اللي قاعدة تعبة في رمضان باش تحضر لنا الدبارة. دونك وريتكم كعبورة كبيرة باش نوريكم كبيرة زغرونة هكا هكا رويوها ديجا تاخذ فوليوم. هي لو فيت اللي نحط عليها النوات كوكو والشوكولاته تاخذ فوليوم. خليوها تبرد وهكا تكون كبيره زغرونه باهيه متحفنة. احنا ليش ندلوا عليك على خاطر على طبيعتك كيسه تعفون ربي فضلك ربي يخليك يا ليليا يعطيك الصحه وربي يعطيك ما تتمنى. دونك هكا وريتكم الموديل كيف كيف نتاع الكبرات باش نخليهم من بعد خاطر يلزم على قد ما يبردوا في الكونجيلاتور على قد ما من بعد يتوعونا في في البريباراسيون. نورمالمون نصور المنيو تاعنا حضر، تابعوني من بعد في الباج تاع نوريكم الطاوله المزيانه تاع شقه الفطر ان شاء الله بفضل ربي. ما بقى لي كان باش نقول لكم كان ربي يفضلكم وربي يخليكم ليا، راني نحبكم برشا 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 اللي قاعدين تتابعوا فيا يوميا في اللايف. هذو هما الايامات الاخرانيه نتاع رمضان، نعرف رمضان بركته وبخيره، مي على غالب كل واحد يعني تعب يخذ فينا شويه في رمضان. نحب نشكر الناس الكل اللي تابع فيا، نحب نشكر حازم العيسى راديو بون لونور، خالد عويش تونيسكوب، لي سبونسور الكل اللي موجودين في الكوجينه اللي امنوا بيا باش حضرنا لايف بنين برشا، من بونا، من لوندور، من ناتيلي، من ورده، من ديري، من فانواز، من جولدينا، من ميزون الموند سونيا، ميزون الموند ويربول، الناس الكل اللي جاوا معنا، زيت نجمه، الكل يعطيكم الصحه ويعطيهم هما الصحه زاده كيف كيف. حضرناكم لايف ويوميا نجدد لقاءنا معاكم كيما عودناكم. اللي ما يحبش النوات كوكو ينجم يبدلوا باللوز، بيان سور نجم تبدلوا باللوز، نجم تبدلوا بالبيستاش. غدوا ان شاء الله بقدره ربي كان حينا الخير، تو حينا ربي وتو نحاولوا نحضروا لكم بقدره ربي كنافه. ربي يفضلكم ربي يحفظكم وربي يحميكم وما شاء الله عليكم. ميرسي 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 بوكو. ما بقى لي كان باش نقول لكم شهيه طيبه وادما ان شاء الله، وتلقاو بقدره ربي من بعد تصاور في الانستغرام. ديجا عندي نهارين ما هبطش تصاور من وعدكم بقدره ربي تنكمل نهبط تصاور. تحيه للشيف بلال وشتيتي اللي خلط علينا. نذكروا الناس الكل شنو حضرنا في المنيو، حضرنا شربه شربه فريك اللي شربه يسميوها مرمز بالدجاج، حضرنا سلطه نتاع بسباس كفتيجي موساكا مسقعه، وزدنا كيف كيف الكعبر نتاع اللوس. ربي يحفظكم شهيه طيبه ودوما ان شاء الله. ميرسي بوكو.